بسم الله. بريزنت ميتاليكسيون 9، الدرس التاسع. ذا في فو فاس. ذا من الفاعل، يعني نوميناتيف. في كيف، فو أين، فاس ماذا. فالفاس ممكن نضعه في الداتيف والأكوزاتيف. هنا ذا من الفاعل، فاس ماذا، woher من أين، فين مثل لمن، يعني الأكوزاتيف. warum لماذا، mit wem مع من، wie كيف، wohin إلى أين، und wo أين. طيب، position 1 فراغبوت. فهذه الكلمات ال V فراغن نبدأ دائما بهم. فال V حتى أدلكم على الأسئلة. فراغ آية، was heißt V nochmal؟ Kannst du die Frage wiederholen, bitte? Okay. Was heißt wie? Was heißt wie? Was? Ja. Also, auf Arabisch. Auf Arabisch? Das habe ich nicht verstanden. Wie heiße ich? Oder? Okay. Nein, nein. Wie heißt auf Arabisch Käfer? Was heißt wer auf Arabisch? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Okay. Die Übersetzung, Tarjuma, Livi, Käfer auf Arabisch. Wer auf Arabisch? Okay. Man. من wo من أين ال wo genau woher من أين wohin إلى أين richtig إلى أين wann متى wie viel Uhr في أي ساعة؟ Wie viele Taschen? كم عدد الشنط؟ Was? ماذا؟ Was dran? Mit wem? Mit wem? Mit wem? Genau. Wenn? Oder wen meine ich? يا من بس مفعول يعني أكوزاتيف. Genau, richtig. Und warum? لماذا؟ Genau, richtig. Okay. Frau Handa, heißen. Ja, اسم أو يدعى مين. So, wie heißen Sie? ما اسمك؟ Genau. فلدينا الـ wie هنا. بعدين الفعل وبعدين بوزيشن 1 ال 3 السوبجكت الفاعل. طيب نجعلها نص نص. Wer ist das؟ Frau Handa, immer noch. من هذا؟ Wo ist er؟ أين هو؟ أو أين تكون؟ Woher؟ تمام. Woher kommt er؟ من أين أتيت؟ يأتي. من أين يأتي؟ من أين أتيت في الماضي؟ وهين will er؟ إلى أين تذهب؟ تمام. إلى أين تريد أن تذهب؟ أنا نسيت الجهة. أوكي. Wann kommt er؟
متى تذهب؟ متى تأتي؟ أنا ولا هو ولا مين؟ متى يعني هو يعني متى هو يأتي يعني هو بالضبط. متى يأتي؟ أوكي، فراو روبيا، أم في في الأوا جيت إير؟ متى سيأتي أو كم الساعة عندما يأتي؟ تمام، في في لتاشن هات إير؟ كم عدد الحقائب التي يملكها؟ أوكي، واس هات إير جيماخت؟ ماذا فعل؟ Was will haben? ماذا يريد أن يفعل؟ Haben. ماذا يريد أن يملك أو يمتلك؟ Genau. Mit wem spricht مع من يتكلم أو يتحدث؟ Wen, okay. Wen sucht على من يبحث؟ Genau. Und warum trägt einen Hut? لماذا يرتدي هذه القبعة أو تمام الطاقية؟ تمام ممتاز. فلدينا الفي فراغ في البداية، الفاعل هنا أو المودال فيرب يعني لو وجد، فيصبح الفعل الأصلي في الآخر، والبيرسونال برونوم في الموضع الثالث. هات يمن فراغ، أي أحد لديه سؤال؟ كاين فراغ؟ Dann bleiben wir Nein, hier nein, danke. stehen. Bitte schön.